السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حلقة جديدة مع طبق جديد. فضلا وليس أمرا، اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد، وشاركوا الفيديو إذا عجبكم مع المعارف ديالكم لتعم الفائدة إن شاء الله. الطبق اللي غادي نقدم لكم ان شاء الله اليوم هو طبق الطاجين باللحم والبطاطا والجلبانة. بطريقة الطاجين عاهية في الطنجرة، طريقة كتجي لذيذة بزاف، صحية ومبسطة وسهلة جدا. ندوزو المقادير، كنحتاجو تقريبا نصف كيلو من اللحم، جوج ديال البصلات مقطعين الى قطع صغيرة، تقريبا واحد خمسة ديال الحبات ديال البطاطس متوسطة الحجم، كنقسموها الى قطع تكون ماشي كبيرة ماشي صغيرة. كنحتاجو كذلك واحد 200 غرام ديال القوق ديال الخرشوف، وكنحتاجو كذلك واحد 150 غرام ديال الجلبانة. كنضيف واحد الملعقة صغيرة ديال الملح، نصف ملعقة صغيرة ديال الزنجبيل، نصف ملعقة ديال الكركم، واحد ربع ملعقة ديال قرفة مطحونة. أربعة إلى خمسة ديال الملاعق ديال زيت الزيتون، وكنقوموا بخلط اللحم مع داك التوابل اللي ضفنا ليها والزيت باش تنسجم مع بعضياتها. كناخذ واحد الطنجره وكنوضع فيها نصف الكميه ديال البصل، وكنوضع مباشره اللحم اللي تبلته وخلطته مع التوابل، وكنوضع داك الكميه اللي بقات ليا ديال البصل من فوق اللحم. كنوضع الفوق منهم القوق ديال الخرشوف، وكنوضع كذلك القطع ديال البطاطا. كنوضع الفوق منهم الجلبانة، الإناء اللي خلطت فيه اللحم شطت ليا هاد لاصوص، هاد المرق بحال هكا، التوابل مع الزيت، كنضيفو لفوق الطنجرة لفوق الخضار وفوق اللحم باش كلهم ياخدو داك النكهة ديال التوابل وديال الزيت. كنغطي الطنجرة وكنوضعها لفوق نار هادئة جدا، وكنتركها لمدة ساعة. من بعد مرور ساعة الأكلة ديالنا كتكون جاهزة بالصحة والراحة. نتمنى أن الطبق ينال إعجابكم وتجربوه.
هاد الأكلة كتجي لذيذة جدا، نتمنى أنكم تجربوها. ما كنضيفوش ليها الماء لأن ما كيحتاج، كنطيبوها بالطريقة ديال الطاجين غير هو في الطنجرة، باش الناس اللي ما عندهمش الإناء ولا ديال الطاجين ديال الطين ممكن أن يستعملوا الطريقة هذه ويطيبوا الطاجين بدون ولا قطرة ماء. وكيطلق الخضر كطلق الماء ديالها، وكيكون عندنا مراق بالمذاق ديال الخضر ديال اللحم اللي كتطلقوا، بالتالي كنشعروا بداك المذاق الحقيقي ديال الخضر، وكيجي الطبق لذيذ جدا صراحة. ممكن أنكم تجهزوه بهذا النوع ديال اللحم اللي جهزته أنا، لحم الخروف، أو ممكن أنكم تعوضوه بلحم البقر أو لحم الدجاج. غير هو إلا استعملتوا لحم الدجاج دائما كياخد وقت أقل في الطهي ديالو، يعني هذا كيستغرق واحد ساعة المقانة، إلا استعملتوا الدجاج كيستغرق غير 30 دقيقة إلى 35 دقيقة على حسب الحجم ديال الدجاج. وهنا ما بقى لي إلا أنني نضرب لكم موعد إن شاء الله في حلقة قادمة مع طبق جديد. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.